يخوض انتخابات مجلس الشعب 2011 العديد من القوى السياسية والتيارات والأحزاب التي يصل عددها إلى أكثر من 50 حزبا وتحالفا. ومع اقتراب موعد التصويت ينشط الإسلاميون في كل مكان في أحياء القاهرة وعشوائياتها، يغرقونها بمنشورات الدعاية ويغطون معالمها بلافتاتهم ويجوبونها بمسيرات حاشدة استعدادا للانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي فوتت القوى المدنية على نفسها فرصة ذهبية لتشكيل جبهة سياسية موحدة بعد الثورة، أو حتى استغلال الأشهر العشرة التي سبقت الانتخابات لتنظيم صفوفها. قوة الإسلاميين تكمن في عاملين أساسيين هما التنظيم والمال، حيث يجمع المراقبون على أن الإخوان هم الأكثر تنظيماً وأن السلفيين هم الأكثر عدداً من باقي التيارات السياسية. تراهن القوى المدنية على ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها إعادة خلط الأوراق سواء قبل الانتخابات أو بعدها، أهمها ارتفاع نسبة التصويت التي يرى العديد من أنصار تلك القوى أنها ستقلص كثيراً من قوة الإسلاميين، لكنهم يرون مع ذلك بأن هذا الواقع لا يعني أن هذا المكسب سيصب في مصلحة القوى المدنية وحدها، بل سيتشارك فيه المرشحون المستقلون والفلول. أهلا وسهلا بحضراتكم، ما زلنا نواصل من استوديو سي بي سي مصر تنتخب حوارنا. قبل ما اروح لضيوف الاعزاء عايز اقول لحضراتكم ان مجلس الوزراء مطلع مجموعه من البيانات. واحد، الدكتور عصام شرف على صفحته الرسميه بيقول ان اللي بيحصل من صباح النهارده امر خطير وبيؤثر بشكل كبير على مسيره البلاد والثوره، وبيقول انه على مدار الثمانيه ايام الماضيه كان في حوار وتفاوض مستمر حتى صباح اليوم مع 30 من اهالي الشهداء والمصابين من اجل فض اعتصامهم، مع الاخذ في العلم ان الدوله خصصت 100 مليون جنيه لصندوق رعايه اسر الشهداء والمصابين. وفي كلام تاني طالع على لسان المتحدث الرسمي مستشار رئيس الوزراء بيقول بحث توفير آلية لإدارة أموال صندوق رعاية مصابي الثورة. هل هذه التصريحات مناسبة أو تعبر عن ماذا يجب أن تقول الحكومة الآن؟ حدش بيكلم حد، نفس ما حدث من يوم 25 يناير ونفس الأخطاء. تجمع قوة كبيرة جدا موجودة في ميدان التحرير في ميادين مصر، موجودة في المسألة معرضة للاشتعال، مفيش مسؤول واحد طالع يتكلم. كثير من أولياء الأمور والأهالي بيكلمونا بيقولون احنا مش عايزين نودع عيالنا المدارس بكرة، والمدارس بعتوا قايلة لأولياء الأمور ان الامتحان ده قد يكون بديل لامتحان نصف العام. حاولت أكلم السيد وزير التعليم التربية والتعليم ما بيردش. حد من الحكومة يطلع يقول الأهالي يودوا عيالهم المدارس ولا ما يودوش؟ الأهالي خايفين. طب اللي ما هيروحش بكرة إيه اللي هيحصل؟ طيب إحنا موضوعنا إيه الليلة؟ أول ملف في استوديو سي بي سي كان عن الليبراليين والإسلاميين. دائما عندما تتحدث عن الليبرالية فكأنك تتحدث عن الفسق، ده من المنظور الآخر تتحدث الفسق أو الانحلال أو العلمانية الغربية أو مفاهيم مختلفة ملتبسة تماما. عندما تتحدث عن الإسلاميين فكأنك تتحدث عن اللحية والحجاب والجلباب القصير وكأنها دولة رعب ودولة إرهاب. هذا من وجهة النظر الأخرى. الحقيقة أين؟ لا نهدف من هذا اللقاء إلى صدام، بل نحاول فعلا أن نصل إلى أرضية مشتركة، أن نثبت أن بعض المفاهيم الملتبسة ليست حقيقية. ما يحدث في مصر الآن يستحق أن نقف جميعا على أرض واحدة ولا نرى إلا مصر التي جمعتنا طوال الوقت وطوال كل هذه السنوات. مصر تجمع الليبراليين والإسلاميين والمسيحيين ولا توجد مشكلة. ما هي المشكلة الآن؟ ده اللي هنتناقش فيه مع ضيوفي الأعزاء. معي وهبتدي من اليمين إسلاميا بقى، هروح ناحية الليبرالية، دكتور عماد جاد عضو اللجنة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، أهلا وسهلا. دكتور محمد حامد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أهلا وسهلا. أهلا دكتور. أهلا محمد. معنا المهندس سعد الحسين عضو المكتب التنفيذي للحرية لحزب الحرية والعدالة، أهلا وسهلا بحضرتك. معنا الدكتور محمد يسري أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أهلا وسهلا. أهلا مرحبا.
مجمع التحرير بيتحرق. في معلومة الآن، في اسكندرية من شوية تم إلقاء ألعاب نارية كسرت إزاز في مبنى مديرية أمن اسكندرية. من مديرية الأمن كان في إلقاء حجارة، في أصوات إطلاق نيران. الآن الزملاء بيقولوا لي إن في حريق في مجمع التحرير، وأعتقد أنه بداية. إحنا بنجتمع الآن ليبراليين وإسلاميين على أزمة في مصر، يهمني أسمع وجهات نظر حضراتكم في هذا الأمر. باشمهندس، كيف ترى ما يحدث الآن؟ اللي ما يحدث الآن يذكرني بمسبيرو. الشباب ثائر، الشباب غاضب لما حدث ضد الأهالي الشهداء اللي اعتصموا بالأمس. أهالي الشهداء لأسباب تخصهم، مع أن احنا لسنا ضد، يعني لسنا مع الاعتصام. مئات الآلاف غادروا الميدان بعد رسالة رائعة عرف فيها الجميع من هي مصر، وأن مصر مدارس ثائرة ومتيقظة حافظت على مدنية الدولة ووقفت ضد وحمت الديمقراطية وصلت الرسالة للجميع. هناك من رأى أنه يعتصم، هذا حقه، طالما أنه لا يعطل المرور، لا يعطل وسائل الإنتاج، ده حق مشروع ولعدد بسيط. إيه اللي يجعل وزارة الداخلية تصطدم بهم وتضربهم وتأذيهم؟ ما يعني العقلية هذه تعمل لصالح من؟ يعني تعيش أي روح؟ يعني هذا شيء غريب جدا. وأنا أعتقد أن الجموع الغفيرة اللي خرجت في بعض المحافظات متأثرة بهذا التعامل الأمن الفج اللي احنا نرفضه، مع أن احنا كنا لا نريد اعتصاما. فبيخرج الشباب الثائر، وانا بقول يعني ما تستطيع ان تقول ان في وسط التحمس، في وسط الاعداد الضخمه الغير منظمه التي خرجت تنادي على الانترنت الحقوا اخوانكم في التحرير، يستطيع اي خمسه منظمين ذوي اغراض يعني زي ما حدث في مسبيرو يقود هؤلاء لما يحدث هذا. لكي يصلوا الى رساله. المجمل الجزء السيء في هذه الرساله بمعنى التكسير او التدمير، مديريه امن ايه، اقتحام مش عارف ايه، تكسير ايه، حريق ايه، حريق في الدور الاول، هذا الكلام نرفضه طبعا، واعتقد ان كل هؤلاء الحاضرين في الميدان يرفضونه. ولكن المندسين بقى اللي بقى لهم 8 اشهر كل ما تحدث مسيره او مظاهره عفويه بريئه حتى احنا معها او ضدها يندس ويقتل. يعني ويسرق. يعني حضرتك بتقول لي ان الاعمال السلبيه التي تتم ليس لها علاقه بالموجودين طبعا في انا بقول هؤلاء الشباب الثائر الطيب الغض يحذر ممن لا يريد له خيرا ولا يريد لمصر خيرا. هذا مع التكشيف الاعلامي، يعني التغطية الاعلاميه الهائله. انا لما احضر التحرير الامس لظروف صحيه وجلست امام التلفزيون اتابع، ولا اكن في مليون موجودين في الميدان، معظم الاعلام يسكت. وبعدين التلفزيون المصري اكثر قال عنده قال مظاهره الاخوان المسلمين، شيء مؤسف. كل مصر كانت خارج بجميع اتجاهاتها بالامس امبارح توصل رساله حمايه لمدنيه الدوله بكي لا تكون عسكريه، وحمايه للديمقراطيه كي لا يكون فئه فوق اراده الشعب. واما الان الاعلام كله ينقل بكثافة 24 ساعة ما يحدث في التحرير، وكأن يريد أن يرد على ما حدث بالأمس، أن تضيع أثر الأمس، وأن مصر هكذا في خوف ورعب. والنقطة الأخرى يكون مدعلة، معذرة، النقطة الأخرى يفهم منها أن يا أخوانا البلد أنتم مش عارفين تحموا حتة صغيرة جنب ميدان التحرير، هتحموا مصر في الانتخابات في كل انحاء مصر، يبقى ايه ناجل القصه دي ونبقى نشوف مين اللي عايز ياجل القصه دي يا باشمهندس. كل ما يحب مصر، كل ما اعداء الثوره، كل ما يريد ديمقراطيه، كل ما لا يريد استقرار لهذا البلد، كل ما يريد ان تعود السلطه والتشعيره إلى إلى, الى 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 الشعب، كل ما يريد ان مصر تخطو الى الامام. ومع ذلك انا اقول ان هذا الامر الجزء السلبي منه في جزء ايجابي، الجزء السلبي منه لن يرجعنا الى الوراء. والشعب المصري واعي تماما، وسوف نجتازي هذه المحنه حتى لو طالت يوم او يومين. حضرتك شايف المشهد ده يا فندم؟ انا شايف. متظاهرين بيضربوا طوب على الشرطه والشرطه بتضرب طوب. أيوة، على المتظاهرين. انا شايف. نعم. فانا بنقول ان احنا لن يفوت من عضدنا، ان شاء الله هنجتازي هذه المحنه. شبابنا المتعقل الواعي لن يسمح ان هو يعني يجرف، وان هو تستخدم ثورته دي او حميته على اخوانه اللي انضربوا بالامس، ان هو يفشل المسار الديمقراطي ويعود بمصر الى الوراء. دكتور محمد يسري، هل بترى اللي موجودين في ميدان التحرير امتداد للقوى الغاضبه اللي كانت موجوده في الميدان امبارح، ولا ترتيبه مختلفه؟
والله هو يبدو فيما يبدو ان اللي بيحصل النهارده مختلف عما كان بالامس. يقينا الذي كان بالامس كان نوع من التوافق الشعبي حول مطلب شبه موحد، الناس كلها خرجت تطالب به، محدش موافق على ان حد يفرض على حد ارادته، محدش موافق على ان حد يغتال اراده الشعب المصري، الكل طلع يعبر عن هذا. اما اللي بيحصل الان فاحنا رجعنا لمشاهد ربما ما شفناهاش بهذه الفجاجه في اوج الثوره المصريه. اللي بيحصل ده يعني انا اعتقد انه مؤامره على مصر. من مين؟ من جهات لا يهمها ان تستقر بلادنا. اللي هي مين برضه؟ اللي هي ايادي خفيه غاضبه من ان تستقر مصر او ان تنعم مصر بهدوء. هي مين؟ انا قوه داخليه ولا خارجيه؟ وارد الاثنين. وارد الاثنين. وارد جدا ممكن الاثنين. مين يكون القوه الداخليه اللي لها مصلحه غير الفلول والحزب الوطني والنظام الصابر؟ اديك قلت فقط يعني نستطيع ان نحصر. أنا ما ان ما استطيعش احط اصبعي على 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 فلان لان ما معيش دليل. نعم. يعني مطلوب مني ان انا قبل ما اتهم حد ان اكون عندي دليل واتثبت. هجيب انا الدليل منين دلوقتي؟ اعرفه منين وازاي؟ الناس تظاهرت ثم خرجت من الميدان وانتهى المشهد على كده. اسر يمين وشمال متنطوره في الميدان تهاجم بشكل فج، يستدعى الناس اللي احنا مش عارفين هم مين ولا مين اللي استدعاهم ولا استدعاهم ليه وعلشان نوصل لايه، ثم يتحول المشهد الى هذا الشكل الدموي المحتقن الذي لا يعرف متى سينتهي ولا كيف سينتهي. ولا يصلوا في ميدان التحرير اهم، يا رب يستجيب لدعاء الفرج. يا رب ان شاء الله. يا رب. نعم. يا رب. دكتور عماد انت شايف المشهد الان يتجه الى فين في ميدان التحرير؟ طيب ما نروح لقضيتنا وملفنا النهارده. هو ده الملف. نعم. اعتقد هو ده الملف. انا بس استفزني جدا الجمله اللي حضرتك بدات بيها، اللي هو التصريح اللي جاي على لسان الدكتور عصام شرف، او رايق وهادي ورايح لتويتر يكتب. تويتر ده شاب ما عندوش حاجه قاعد يتسلى. هو اختار يخاطب مين؟ معلش. لا حتى لو خاطب مين، رئيس وزراء مصر في المرحله الحاليه يجب ان يخاطب الشعب المصري. شيء مستفز ومزعج. وانا بصراحه شديده يقول لك ما يحدث امر خطير واسرع من سيره الثوره. والله انت بتكلم على ثوره؟ يعني انا شايف ان الـ 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 التاريخ سيحاسب كل من تصدى للمسؤوليه في هذه الفتره وادى الى هذا المشهد الذي نراه الان. مين المسؤول عن قياده الفرق دي؟ الامن اللي بيضرب بالطوب وبيضرب بالقنابل المسيله للدموع وقاعد يتفرج. ها؟ يعني ده ما يبقاش مسؤول، ما يصدر اوامر للناس دي ترجع. الناس دي ما معهاش اسلحه، اللي في التحرير اللي بيتضربوا، الشباب اللي بيتضرب كويس. وبعدين مشاهد حرق مش عارف ايه، ومجمع التحرير ده فيه ذاكره مصر، جوازات وغيره وغيره وغيره. يعني انا عايز اقول انه بصراحه شديده، وانا اسمح لي ان انا قاعد من بدري وبتابع كل الكلام اتقال، انا بقول مصر لا تحتمل التلكؤ واختفاء السلطه. من يحكم يختفي الان، اللي يختفي ما يستاهلش يحكم مصر دلوقتي. حد يطلع يخاطب الناس، حد يتكلم. انا بقول إذا أنتوا حريصين على هذا البلد، وإذا عايزين حقن دماؤه وعايزين المشهد ده ما يتكررش تاني، قيلوا عصام شرف الآن وتعالوا بحكومة إنقاذ وطني. مش مهم فيها مين، فيها ناس تحترم، الرأي العام يحترمها ويثق فيها. والله لو طلعوا وأقالوا هذه الحكومة اللي عاملة زي اللاصقة وزي الغيرة، ومش عايزين يعني حد يقيل هذه الحكومة، يعني الواحد ضغطه مرتفع، واعتقد انهم قاعدين بيقزقزوا لب زي اللي كانوا في مجلس الشعب قبل كده، يعني نفس العقليه ونفس البرود. ارجوهم اقاله هذه الحكومه وتشكيل حكومه انقاذ وطني، مش مهم مين، من شخصيات محترمه تحظى باحترام، ويبداوا يتكلموا على ترتيب واضح للمساله. الان انا اعتقد حرام اللي بيحصل في البلد. الرصيد من العمله الصعبه بيتاكل، الانفلات شغال، الاعتصامات مستمرة، الأمن بيقتل في الناس، يعني زي ما اتقال معاكم من الأول، مينا دمياط والخسائر وقد تصنيفه ينزل ويتقال من الأماكن الخطرة عالمياً، والسفن تبعد عنه، وطالع يضرب للناس في التحرير اللي هم 150 زي ما قال المهندس سعد. مش ممكن. فإذا كان بيتكلم الدكتور عصام شرف، إذا صاحي وبيتفرج على التلفزيون وهمه البلد، بيتكلم على مسيرة الثورة، أقول له أنا شخصياً وعلى مسيرتي الشخصية أنت العقبة الأولى في مسيرة الثورة.
وأرجوك بدل ما تقال اعلن إقالتك يا أخي، خلي عندك إحساس واستقيل، قدم استقالتك، قدم حسن نية. أنا برضو مش يعني مش عايز وجهة نظر شخصية، ربما هو عايز أنا وجهة نظر شخصية ربما يتعرض لضغوط. ما في حاجة يعني. بص يا أستاذ خيري معلش نعم. معلش أنا لو أنت مسلمني مسؤولية وأنا أداء حضرتك مش عاجبني هستقيل، ما تقدرش تربطني، الراجل ما بتربطش. أنا هقول ربما أنا شايف إنه في وجوده إنقاذ لأزمة قد تحدث. والله دكتور محمد بص هي الفكرة أنت ترى أن الحل في استقالة أو إقالة حكومة شرف؟ بص الفكرة أنه يعني أنا مستغرب جدا أنه اللي كانوا معتصمين من أهالي شهداء الثورة وإلى الآن لم تحل مشاكلهم. يعني هي الفكرة في قضايا كتير جدا بينتج عنها احتقان في الشارع وبمنتهى السهولة جدا تتحل وما تبقاش موجودة. فهي الفكرة أنه انت لو اقلت الحكومه وجبت رئيس وزاره من اعظم ما يكون بس كان وضعه زي وضع الدكتور عصام شرف وما عندوش اي صلاحيات وكانه سكرتير للمجلس العسكري، طب هو مش هيغير شيء. احنا عايزين لو هيغير الوزاره او هيدي الوزاره الحاليه صلاحيات عشان تقدر تحل. الحاجه الثانيه برضو اللي انا مستغرب له جدا، هو فين المجلس العسكري؟ مش هو الان القائم باعمال رئيس الجمهوريه؟ طب ما يطلع يكلم الناس. يعني حاجة غريبة جدا ان البلد تبقى بالمشهد ده وجميع المواطنين في حالة من الرعب ومن الفزع ومن الخوف والناس ما عندهاش اجابات واحنا اللي بنكلم بعض يطلع. احنا اللي بنكلم بعض والتصريحات زي ما حضرتك قرأتها يعني تقول ان الناس حتى مش بيتفرجوا يعني، يعني دي تصريحات كأني واحد قال له ده في 5-6 في الميدان اطلع قول الكلمتين دول، حاجة يعني في منتهى يعني السطحية وعدم الاحساس بالمسؤولية. وانا مش عارف يعني هم منتظرين ايه اللي يحصل ومش عارف هم امتى هيقنعوا انه البلد واستمرارها وعدم اسقاطها اهم من الكراسي اللي هم عايزينها، اهم من الصلاحيات اللي هم بيسعوا ليها، اهم من التواطؤ اللي عايزين يعملوه على ناس اجرمت. يعني البلد الان في محك تستدعي ان يطلع راجل مصري يتحمل مسؤولية يدير هذه المرحلة الانتقالية ويكون جدير ان هو يدير، لكن الان احنا بنكلم بعض، هل فينا حد معاه سلطة؟ هل فينا حد يقدر يطلع يقول قرار اعمل او ما تعملش؟ فين اللي في ايدي السلطة واللي بيقاتل عشان تفضل في ايدي السلطة انه يطلع يتحمل مسؤوليته وياخد قرار؟ هو فين؟ فين؟ هو فين؟ في اوضه النوم ولا في اوضه اجتماعات؟ انا عايز اقول لحضراتكم الدكتور محمد البرادعي موقعه بينفي انه راح ميدان التحرير عن رصد نقلا عن حزب النور اصدرت الدعوة السلفية بيانا نشدت فيه جميع ابنائها وجميع المواطنين عدم التواجد في ميدان التحرير ولا في الميادين العامة في المحافظات منعا لسفك الدماء وحفظا للحرمات العامة والخاصة ومراعاة لمصالح البلاد العليا. قبل ما اروح لملفنا النهاردة واللي لن يبتعد كثيرا عن التحرير هي المسائل كلها هي الأزمة الحادثة في مصر، هنروح لمراسلنا في ميدان التحرير الأستاذ محمد ممدوح. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور استاذ محمد، ماذا يحدث في ميدان التحرير الان؟ دلوقتي بيحصل حشد جانب المعتصمين في ميدان التحرير لمواجهه الشرطه في شارع ريحان، في حريق في الدور الاول في مجمع التحرير من الجهه المقابله لبنك الائتمان الزراعي. الحريق امتد لاجزاء كبيره من الدور الاول، في بعض الشباب طلعوا طفوا جزء كبير منه الجهه الناحيه الثانيه قدام البنك مباشره مش عارفين يوصلوا لها لان الجيش الشرطه بترمي بعض المقذوفات الناريه. يعني انت عايز تقول ان الحريق ده تم نتيجه لمقذوفات ناريه اثناء الاشتباك مع المتظاهرين؟ الاشتباك مع المتظاهرين بالضبط، المعتصمين بيحاولوا بيعملوا حصود دلوقتي في ضرب من ناحيتين، ضرب من مقذوفات ناريه من جانب الشرطه وضرب من المعتصمين بالحجاره. نعم. في اي اشتباكات داخل الميدان؟ في ايه الهتافات اللي بتتردد في الميدان؟ نعم. ايه الهتافات اللي بتتردد في الميدان؟ ايه المطالبات؟ لا توجد اي هتافات، هو كل اللي بيحصل هو حشد كل المعتصمين بيحاولوا التجمع والحشد وحاولوا تجهيز الشرطه. في رفض كبير لفكره ان الشرطه تقوم بضرب المتظاهرين مره ثانيه. احنا شايفين سيارات اسعاف يبدو ان في اصابات واختناقات نتيجه لاستخدام القنابل المسيله. في عناد وحشد. محمد، وفي تبادل للتراشق في شارع ريحان ما بين المتظاهرين والشرطه؟ نعم. احنا شفنا تراشق بالطوب ما بين المتظاهرين والشرطه في شارع ريحان، هل ده انت شايفه؟
طبعا انا ياسر سلامي الاهلي بصراحه قوي جدا بالاعيره الناريه بالاعيره. واضح ان في مشكله. ايوه انت سامع طلقات ناريه عندك. هيحاول يقول هي الشرطة تقوم بإطلاق بعض العيال النارية باتجاه مجمع التحرير، ولأن تصاعد الدخان من الدور الخامس في مجمع التحرير. الدور الخامس؟ الدور الخامس. الإصابات بتتزايد في ميدان التحرير. الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي ما زال الحريق مشتعل بالدور الأول. طيب شكرا يا محمد، هرجع لك تاني. الإصابات في القاهرة حتى الآن المعلومات تشير إلى أنها وصلت إلى ما يقرب من 700 حالة، أكثر من 670 حالة حتى الآن إصابات نتيجة الاختناقات وإلقاء الطوب واللي احنا شايفينه ده كله. لازم يعمل كده أحداث خطيرة متفاعلة في السويس. الأستاذة أمل عباس، أهلا بك يا أستاذة أمل. أستاذة أمل، أستاذة أمل، ايوه. ايه اللي بيحصل في السويس الان؟ ما سمعنا اصوات دوار طلقات النار امام قسم شرطه الاربعين، وكان عدد من المتظاهرين بالتحام. طب اهدي يا امل عشان اقدر اسمعك، اهدي وانت بتتكلمي. معلش انا اذكر المجري. نعم. ايوه يا فندم. ما سمعنا اصوات دوار طلقات نار. نعم. كان متضارب حوالي اقتحام قسم شرطة الأربعين أمام قوات الجيش وشرطة عسكرية قطع بطنينة، والآن اقتحموا مبنى حي الأربعين. المتظاهرين اقتحموا مبنى حي الأربعين. اقتحموا مبنى حي الأربعين. في المقابل الشرطة كانت بتلقي قنابل مصيرة للدمار لتطليق المتظاهرين. ده صور من الموقع المصري اليوم من السويس. ايوه اتفضلي. في اي اصابات قدامك زهره او اي شيء؟ انا في اي اصابات قدامك يا امل؟ ايوه مدوا عليك كانوا قاعدين فردين من الجيش والشرطه العسكريه، لان احدهم شرطه من الشرطه العسكريه والاخر من مفرد القوات المسلحه. باختناقات شديدة وطلع اتعافوا ونقلوهم لمستشفى السويس العام. نعم، في أي اشتباكات على الأرض ما بين المتظاهرين والشرطة أو الشرطة العسكرية زي ما أنت بتقولي؟ إحنا مش شايفين جيش في المسألة. هو كان في تمام اشتباكات منذ قليل، حاولوا اقتحام، حاولوا حرق إلقاء يعني كرات نارية على قسم شرطة الأربعين. الآن أفراد الجيش تطبق ليها وقاموا في المقابل برضه كانوا افراد الشرطه يعني الشرطه اللي هي الداخليه قاموا في المقابل بالقاء يعني قنابل مثيره للدمار وارتفعت اصوات قويه لطلقات النار. طيب شكرا شكرا امل، حاولي تهدي بس. النار في الهواء تمام؟ معلش احنا متاكدين ان احنا كنا بنجري يعني. نعم شكرا يا امل، شكرا يا امل، طمنينا عليكي. امل واضح انها متوتره جدا، المنظر موتر، وانا اناشد الشباب والمتظاهرين انهم يعبروا زي ما كانوا ابطال. ده في التحرير دلوقتي، يبدو ان في حاجه في التحرير مش فاهم في ايه، في نيران مشتعله يعني مش عارف هل نطالب الشرطه. هي ايه الحرايق اللي هناك دي؟ معانا الاستاذه حنان شومان الكاتبه الصحفيه. بلد بتحرق. ايه اللي بتحرق ده؟ بلد بتحرق، البلد بتتفكك. النار دي ممكن تكون للتدفئه او للفصل من البلد. ايه اللي بيحصل ده ومين اللي بيولع؟ واحد مسؤول طب يطلع واحد. استاذه حنان شومان الكاتبه الصحفيه، اهلا وسهلا. اهلا بيك، مساء الخير استاذ خيري. مساء الخير على ضيوفك. الحقيقة هاخد كلام الأستاذ عماد، كان بيقول إنه التاريخ هيحاسبهم. أنا بقول إنه مش التاريخ اللي هيحاسبهم، ده ربنا هيحاسبهم. وطبعاً على رأسهم السيد رئيس وزراء تويتر اللي قاعد غالباً في سريره بيكتب تعليقاً على تويتر. أنا الحقيقة عايزة بس أقول تعليق إنه كثير من أصدقائي الموجودين دلوقتي في التحرير انه اغلب بيقولوا لي انه اغلب الناس اللي بيتوفدوا على التحرير هم يتوفدوا كفرا
في القوى السياسية. الحقيقة أنا ما شفتش ده اتقال في كل التغطيات اللي أنا بتنقل من محطة لمحطة. ده كان جزء من حوارنا دلوقتي، تفضلي. كفرا بالقوى السياسية اللي يعني بعض من رموزها أو من يتحدثوا باسمها موجودين مع حضرتك، مع كامل احترامي لأشخاصكم، ولكني أتحدث عن قوى سياسية يعني تحرق البلد بسبب كل واحد فيهم عايز يمسك البلد، وأنا مش عارفة هم في لحظة مش هيبقى في بلد يمسكوها. يعني الأستاذ الذي يتحدث عن إنه الإعلام امبارح كان بيتكلم على إنه الإخوان المسلمين والتلفزيون المصري ولا أي المهندس سعد الحسيني، نعم باش مهندس، كان بيتكلم عن إنه لم تنقل علشان الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية هي اللي عايمة بيها، لكن دلوقتي كل الإعلام بيبص على التحرير. لا عفوا يا باش مهندس، كل الإعلام بالأمس كان يتحدث عن الحشد ووجود الكثير جدا وملايين في التحرير، فلا هذا غير صحيح. ولكن ما يحدث، أنا قيل لي، أنا ما بقولش أنا شفت بعيني، ولكن قيل لي أن كل مرشحي الرئاسة الذين نزلوا إلى التحرير اليوم تم طردهم، لأن الناس اللي موجودة في التحرير دلوقتي كفرت بالقوى السياسية قبل أن تكفر بالمجلس العسكري، مش دفاعا عن المجلس العسكري لأنه متباطئ ولا أدري هم في أي حتة في مصر دلوقتي قاعدين بيتفرجوا على بلد تحترق وما فيش واحد يطلع فيه يقول كلمة لشعب يطمن أمهات في بيوت ويطمن أطفال وناس مش عارفة تودي ولادها بكرة مدارس، ورئيس وزراء قاعد يكتب لي على تويتر وقوى سياسية قاعدة بتتخانق علشان مين اللي يقعد على الكرسي، أنه كرسي اللي حيلاقوه عشان يقعدوا عليه، فين الكرسي اللي حيلاقوه عشان يقعدوا عليه، ليتقوا الله في هذا الشعب. عفوا يا أستاذ خيري، أرجوك، أنا لا أريد كمشاهدة وكمصرية، لست ولا كاتبة ولا صحفية، أنا مجرد أم مصرية ومواطنة مصرية، أنا لا أريد أن أسمع القوى السياسية تتحدث، لأني تماما كهؤلاء الموجودين في التحرير كفرت بيهم، ما فيش حد فيهم متقي ربنا. أشكرك. شكرا أستاذ حنان. أستاذ حنان، اديتنا بداية للحوار قد تكون بداية مختلفة عن اللي كنت مستعد ليه. الناس كمان فقدت الثقة، مش عايز أقول تعبير، كفرت بالقوى السياسية. وخليني أبتدي من عند حضراتكم وأقول إن الأطروحات، أنا فوجئت بيك باش مهندس بتقول لي حافظنا على الدولة، مدنية الدولة، استخدمت تعبير المدنية، في حين إن طول ما الوثيقة بتاع المبادئ الدستورية كانت مطروحة كان الاعتراض حتى في الحوارات اللي بتتم مع الدكتور علي السلمي اعتراض على كلمة مدنية، فداخلين في اشتباكات قد تبدو ليست هي محور المرحلة اللي احنا بندور فيها. هل القوى الإسلامية أخذت الناس بعيدا عن ما يحتاجه الوطن في هذه المرحلة بالفعل؟ الأول بس الأستاذة حنان بتقول إن أنا كنت زعلان لأن الإعلام بيقول إن دي مليونية تغافل عن ذكر، لا هو اختفى علشان ما يقولش ده. زعلان لأن الإعلام الحكومي والكثير من الإعلام الخاص بيقول دي مليونية إخوان، لا هي مصر بالأمس كلها كانت موجودة وصلت رسالة. أنا آسف بس أنا عايزك تسمع معي الهتاف دلوقتي، يا ريت تعلي لنا الصوت يا جماعة، واضح إن فيه هتاف عالي هناك دلوقتي. معايا كده، معايا، خش على ناس أكتر، خش على ناس أكتر، خش على ناس أكتر، يديله كروزات أكتر. مش هنمشي هو يمشي. التاريخ يعيد نفسه. باطل. طيب شكرا للزملاء اللي هناك، وخلوهم كل شويه لما يحصل شيء كده نفهم ايه الاتجاه في ميدان التحرير. واضح ان الليله لسه مكمله والليالي لسه جايه.
باشمهندس اتفضل كده. الحاجة الثانية رسالة الإرعاب والتخويف اللي يجب أن تكون عكسها رسالة الطمأنة والثقة أن احنا سوف نجتاز ونتقدم للأمام. يعني الآن لا شك في أمر مؤسف، احنا قلقين كلنا في ميدان التحرير، وفي كلام في الإسكندرية وفي كلام في السويس. إيه علاقة ده بعشرين مليون طفل يروحوا مدارسهم؟ مين اللي يقول الأطفال مصر مش هروح المدارس ومش امتحنوا؟ يعني انت لو عندك اولاد يروحوا المدرسه هتبعتهم عادي؟ ما انت قلقان. ما هو اولادي قاعدين في المحله في حي سبع بنات، مش في التحرير. يعني ال 20 مليون طفل مش هيروحوا التحرير. فاحنا بقول ان الارعاب والتخويف وان احنا البلد هتضيع، الكلام ده يجب ان يكون في حدود مسؤوله. يجب ان احنا نوازن، ان احنا لا نقلل من اي خطر ولا نقلل من اي عمل ارعن او تصرف سياسي قاصر أو مسؤول تنفيذي ضعيف بننقده، وبين أن مصر هتضيع. يعني يجب نوازن بين إيه؟ بين هذا وذاك. دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك تتكلم بقى موضوعك مدنية الدولة. نعم. مدنية الدولة إحنا ما عندناش مشكلة في مدنية الدولة، التعبير ده هو وجود في برنامجنا، برنامج الحزب، ووجود في برنامج الانتخابات. نعم. ووجود في وثيقة التحالف الديمقراطي اللي وقع معانا عليها أكثر من 40 تجمع وحزب وقوة. نعم. من جميع الاتجاهات، ليبرالية، قومية، سلفية، إخوانية وما إلى ذلك. لكن مدنية الدولة معنى هي ليست عسكرية وليست ثيوقراطية. نعم. فإحنا ليس عندنا مشكلة. في بعض من الإخوة السلفيين، وده حقهم وجهة نظرهم، يقصد إن هنا يخاف من كلمة مدنية لأن هي يرى إن هي يعني تغليف لكلمة علمانية، وهو ضد علمانية الدولة وإحنا ضد علمانية الدولة. فدي وجهات نظر. لكن أنا بقول بس ده اختلاف حول المصطلح. أنا فعلا لذلك أنا بقول إيه، أنا بقول بالأمس كانت أكبر دفاع عن مدنية الدولة بمعنى ألا تكون عسكرية، لأن إحنا وثيقة السلمي نحن الذين صنعناها التحالف الديمقراطي، وقبل ما يروح السلم نائب رئيس وزراء كان معانا بيشارك في إعداد هذه الوثيقة. الوثيقة دي متفق عليها تماما كلها. يجيء السلم ووضع لقوة ما لا احترامها للجيش، يضع فيها أن هي فوق الشعب وتحمل الشرعية وتعاقب على مجلس الشعب وتحيل المحكمة الدستورية ويتدخل في سلطة الشعب في إعداد الجمعية التشريعية ويجعل لها صفة الإلزام. يبقى لازمة الشعب، مجلس الشعب إيه؟ لازمة الانتخابات إيه؟ إذا جاي مكبل ومنتقص إرادته. يبقى إحنا لما نكون قوة عسكرية سوف تضرب الديمقراطية في مقتل وتقلص سلطة الشعب. أنا اللي بدافع عن مدنية الدولة بحق، واللي بيدعوا المدنية هم اللي يريدوا أن يحولوها لعسكرية. إحنا في موقف مختلط بتبان بقى على الحقيقة. المصريين عليهم ومن مع الديمقراطية بحق ومن ضد الديمقراطية. ما الليبراليين مع الديمقراطية وضد. ما أنا بقول لك مصر كلها الأمس كانت امبارح كلها ليبراليين وقوميين ويساريين وشيوعيين وإخوان وسلفيين، مصر كلها كانت موجودة. من الذي يطرح فكرة إن مصر دولة عسكرية؟ ما هو اللي عمل الوثيقة؟ الوثيقة كانت 20 نقطة. هو أضاف خدها بالنص وأضاف إليها 3 نقاط سمية. سم في العسل. وبعدين يقول ما انتوا كنتوا موافقين عليه، احنا موافقين على الوثيقه السليمه. نعم. لكن هو مش موافقين على السم اللي وضعه. سلطات زائده للجيش ما لها علاقه بالديمقراطيه. طيب. بتضرب الدوله المدنيه في مقتل. دكتور محمد يسري، انتوا كنتوا متحفظين على تعبير مدنيه في الوثيقه او ان تتضمن ان تكون متضمنه داخل الدستور؟ وزي ما تفضل المهندس سعد، هذا المصطلح دلالته متعدده. فما هي الدلاله التي نريد؟ وإذا تعددت هذه الدلالات ألا يوجد مصطلح آخر يمكن التعبير به يرفع اللبس والإشكال؟ زي أنا بقول إذا كانت كلمة مدنية لا تعني العلمانية عند من يطلقها. نعم. فهل يوجد مصطلح آخر يرفع؟ في مصطلحات كثيرة تدل على هذا، وقد حصل التوافق عليه، وحصل التوافق عليها يوم الخميس الماضي، والتعديلات ده جرى الاتفاق عليها مع الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد عبد المقصود بحضور الدكتور علي السلمي ووزير الداخلية والدكتور عصام شرف وعدد من أركان الدولة، وتم الاتفاق والتواطؤ عليها. وكان المنتظر أن ينزع فتيل هذه الأزمة بأن يعلن رئيس مجلس الوزراء أو أن يصدر بيان عن مجلس الوزراء بأن احنا انتهينا إلى هذه الصيغة التي تمثل اتفاقا رضائيا لهذه القوى المصرية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية على مضمون ومحتوى
ليكون شيئا استرشاديا أمام اللجنة أو الجمعية التي سوف تضع الدستور. فوجئنا أنه بعد ساعتين من انفضاض هذا الاجتماع اللي امتد إلى ما بعد الرابعة عصرا وقبل صلاة العشاء، صدر ما يدل على أن المسألة لا تزال قيد البحث وقيد الدراسة، وأن شيئا لم يجري التوافق عليه. تحت إيدي هنا هذه البنود التي تم تعديلها وتم الاتفاق عليها، وللنهاردة على شريط السي بي سي أن علي السلمي بيقول أن المادتين 9 و10 جرى تعديل فيهم وإحنا اتفقنا عليه وهنعلن عن هذا التعديل. طب ما كان من أمس، ما الذي منعك من أمس أن تصدر هذا وأن توجهه للناس؟ لعل هذا يكشف يعني هذه الغمة وينزع فتيل هذه الأزمة. هذا التباطؤ وهذا التراخي من ألاعيب الساسة والسياسة التي سوف تودي بمصر إلى مهالك ومهاوي لا ندري نتيجتها ولا ندري عاقبتها. طيب أنا عايز بس علشان أربط اللي قالته الأستاذة حنان شومان، وهو جزء من مخاوف كثير من المصريين، بيروا أن الإسلاميين بيحاولوا وبيسارعوا بالانتخابات عشان يستأثروا بالسلطة، وهم بيرفضوا فكرة مدنية الدولة ويريدون أخذ الدولة إلى أن تكون دولة دينية. فماذا تقول عن هذا؟ احنا انتهينا من قصة الدولة الدينية. نعم. وانا عايز اسأل حضرتك سؤال، الدولة المصرية قبل ذلك هل كانت دولة دينية؟ دولة مبارك لم تكن أبدا مبارك. لم تكن أبدا. هل كانت دولة دينية؟ نعم. ألم تكن دولة مدنية بالمعنى الذي يعني يتعارفون عليه؟ إيه الإشكال؟ نحن نقول نحن فقط ضد العلمانية، وهذا المعنى يتواطأ عليه العقلاء والمثقفون. نعم. وهذا المعنى ليس خاصا بالإسلاميين. نعم. نحن ضد علمانية الدولة وسنظل. بمعنى؟ بمعنى عشان السادة المشاهدين بمعنى نحن نقول إن الدين مكون أساسي. نعم. يجري في دمي كما يجري في دمك كما يجري في دم الفضلاء الذين معنا الآن. لا يمكن عزل الدين وفصله عن الحياة. لا يمكن عزل الدين الذي يمثل تكوين أساسي في شخصية كل مصري. أنا أزعم أن الشريعة اللي بنتحدث عنها أو الإسلام اللي بنتحدث عنه أو الدين اللي بنتحدث عنه ده مكون شخصي لكل مصري على اختلاف توجهاتنا وانتماءاتنا وأفكارنا. ده شيء احنا تربينا عليه عبر قرون متصلة، مسلمين ومسيحيين، في عقد اجتماعي موجود في هذه البلد لا يمكن القفز عليه أو تهميشه أو تحييده. نعم. وده كان موجود في الدستور السابق وسيظل في الدستور الآتي. وإلى المادة الثانية بتعمل إيه في الدستور المصري؟ إيه قيمتها؟ نعم. إذا كانت المادة الثانية ديت ملهاش أثر ولا حقيقة ولا دور أو مراد الآن تغيبها، يبقى إحنا الآن بننتقل خطوة للخلف لما نقول المادة دي مش مهمة، المادة دي تحتاج إلى تعديل، المادة دي تحتاج إلى استبدال. لا، المادة دي تحتاج إلى تفعيل. ده اللي عندنا إحنا كإسلاميين، وشايفين إن ده يحقق مزيد من استقرار هذه البلاد ومزيد من بعث الطمأنينة والأمل في نفوس الناس. نعم. الناس عاشت في ظل ثورات كثيرة وفقدت أشياء كثيرة. لا أريد أن أحدث عن الثورة البلشفية، ولا أريد أن أحدث عن الثورة الفرنسية واللي حصل فيها وما جرى فيها، ولا أريد أن أحدث أيضا عن ثورة 52. أنا بحدث الآن عن ثورة خضراء تغتال الآن. أحدث عن ثورة خضراء تغتال الآن ويذهب بها كل مذهب، ولا ندري كيف سوف تكون العواقب. قضية دي انتهينا منها وتوافقنا عليها، وإحنا منتظرين إحنا ندخل إلى حالة من الاستقرار. من المستفيد؟ أن تكون مصر بلا استقرار، أن تكون مصر بلا قدر من الثبات الذي يهيئ لتنمية. إحنا عانينا في كل اتجاه، عانينا في اتجاه التنمية، عانينا في اتجاه الثقافة، في اتجاه التقنية. مش عايز أكلمك عن الدين والأخلاق الآن، أنا عايز أكلمك عن التقنية باعتبار أن لي تخصص تقني، وأحدثك أن في بيننا وبين الغرب فجوة 400 سنة تقنية عايزين نردمها، عايزين نقفز عليها. طيب، هو ده أنا عندي رد عليه، بس هروح للدكتور عماد بسألك، هي ليه الليبرالية دايما في موقف اتهام؟ لما حد بيتكلم عن الليبرالية تشعر أنك بتدافع وتقول أنا ليبرالي، لكن مش معنى كده أن أنا كافر، أنا مؤمن. يعني هناك اتهامات دائما تحاط بالليبراليين. طيب، أنا عايز أقول حاجة، بس إحنا في مصر والشعب المصري ضحية اللعبة بالمصطلحات والتداخل. يعني كان موجود رجب طيب أردوغان
واستقبل استقبال الفاتحين، ولما قال انه بلده وهو بيحكمه حزب اسلامي قال ان نظامه علماني اتهاجم وتشتم. نعم كويس. هو عرف العلمانيه، على فكره انا لا عمري حسيت ان العلمانيه صبه ولا حسيت انها اتهام، لانه هو بس عندنا بعض المصطلحات اللي هي تم تشويهها في 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 ثقافه الناس، وبالتالي انت بتقول ايه العلمانيه ماذا تعني؟ تعني ان تقف المؤسسات مؤسسات الدوله على مسافه واحده من كل الاديان والمعتقدات بس. لكن الكلام على ماده تانية ما هي موجوده، وموجوده في وثيقه علي السلمي، وما خلاص يعني ما مش محل تساؤل. ثانيا يقول لك واحد يطلع محل تفعيل، ايه محل تفعيل؟ ايوه ما ايه حدود نعم. التفعيل ايوه معلش طيب. ايه حدود التفعيل؟ ماشي لا خلينا اكمل بس اتفضل. يعني مثلا واحد يقول لك يعني انت واحد يقول لك ايه العلمانيه ان مش عارف امك ما تعملش ايه وامك تعمل ايه والعلماني يعمل ايه يعني في تشويه متعمد للمصطلحات كويس. انت بتتكلم عن تشويه من بعض الاسلاميين، من الاسلاميين ما فيش نعم. لا خليكم معانا لان الكلام يمسكم لو سمحت. التشويه يتم لمفهوم العلمانيه او الليبراليه من بعض الاسلاميين. لا ما تعمل ايه ومحد لا 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 في تسجيل لا هذا ده تسجيل موجود بالفعل يا راجل. لا خلينا نقول مش عارف يعني الواقعه دي ايه اذا يعني اذا انا يعني انا بيها. لا يعني في يعني لما تطلع اولا الف باء العلمانيه هو ان تقف السلطات زي في 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 دول اي دول ديمقراطيه. احنا بنقول من تجارب العالم انك لازم تفصل الدين عن السياسه وليس الدين عن الحياه ولا عن المجتمع. الشعب المصري متدين، الدين مكون رئيسي، لكن عن السياسه بمعنى ايه؟ السياسه ماذا تعني؟ ماذا تعني الديمقراطيه؟ الديمقراطيه تعني اختيار بين اختيارات متنوعه. نعم يعني يبقى عندي 7-8 احزاب انا حر في الاختيار، لكن ما يجيش حد يقول لي اديني صوتك صدى جري، ما يجيش حد يقول لي قاسم من يصوت للقبطي والعلماني والليبرالي. هنا انت بتستخدم مصطلحات دينيه تضفي قداسه على عمليه سياسيه متغيره، فاهم ازاي؟ النقطه الثانيه انه في ذاتها فكره الديمقراطيه هي فكره قايمه على حريه الاختيار، فانا بخلي الانسان حر، هل هو حر ولا مش حر في اختياره؟ دي نقطه اولى. النقطه الثانيه انا رايي انه 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 هناك حر او مش حر في اختياره في اختيار الاديان المعترف بها ولا في اي اعتقاد اعتناق؟ لا انا بتكلم في السياسه. لا انا بتكلم في السياسه هنا يا استاذ خيري. يعني انا بتكلم في ايه؟ انا لما يبقى عندي 47 حزب 48 حزب من احزاب سلفيه لاخوان لليبراليين لكذا، انا بقول ان المواطن المصري شوف برامج الاحزاب يختار الحزب اللي يعجبه وعلى عينه وعرسنا النتيجه. لكن انا ما اقدرش اقول ان اللي صوت لفلان هيروح النار واللي صوت لفلان هيروح الجنه. يبقى انت جبت هنا ما كان في مواجهته خطاب اخر بيقول اللي هيدي للاسلاميين هيدخلونا البيوت وهيلغوا السياحه وهيقعدوا الستات. بص 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 ده اللي بيعمل دوت ممكن يبقى بيعمل نوع من التخويف، نوع من كذا، لكن لا يستخدم مقدس، لا يستخدم نص مقدس في ان انا لكن من حقه يخوف. ايه لكن من حقه يخوف. انا بدين الاثنين بس. لا بس لا يستخدم نص مقدس في عمليه سياسيه متغيره كويس. انت لما بتيجي تقول للناس كده بتقول له القاسم ومش عارف ايه اللي هيصوت لكذا وكذا وكذا، يبقى خلاص يبقى انت قفلت العمليه. النقطه الثانيه ان في حاله من حالات التفتيش في الضمائر واستسهال في الاتهام. نعم يعني فاهم ازاي؟ دي مساله لا تجوز. النقطه اللي عايز اتكلم فيها بعد كده انه لو احنا سمحنا باستخدام الدين في السياسه خلاص يبقى انت بدات تحط البلد دي، يبقى عليك انك تتحمل. لما تحط لي تلعب لي تحط لي الدين في السياسه هنا، يبقى ده يحط الدين في السياسه. بمعنى ايه احط الدين في السياسه؟ يعني قول لي نماذج من اللي استخدمت في الفتره السياسيه الاخيره دي. انا بقول لحضرتك اهو، انت لما بتيجي تقول ان لو انت صوتت لكذا وكذا وكذا انت يعني هتروح النار، او لما تصوتك هنا يبقى انت بتدي للاسلام كويس مثلا. او يعني انه هو حاجه وقعت. لا 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 كان في وقعه في 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 وقعه طبعا في الاستفتاء في 19 مارس وبعد الاستفتاء استخدم خطاب مثل هذا. لا بس مش عايزين نعيد. ممكن بس نفس المصطلح يقول دلوقتي ما اتقالش. وبعدين انا عايز اقول ان الهيئه الشرعيه انا كده لا على فكره الكلام ليس عن الهيئه الشرعيه. لا سوف نتحدث بالصور لاني انا استمعت كاملا الى ما تفضلوا به وبالتالي اسمعوا. اتفضل كويس. اللي انا عايز اقوله اذا انت انا كل تجارب الدنيا قدامي ما فيش ديمقراطيه
بدون فصل الدين عن السياسة. ومفيش أي تطور لأي مجتمع في الدنيا بدون فصل الدين عن السياسة. عايز تشتغل دين اشتغل في مجال الدعوة، لكن لما تيجي تشتغل في المجال السياسي لا تأتي بنصوص وتحس بيها الناس على التصويت لكذا أو التعامل مع كذا أو توصيف كذا أو كذا. إذا ما حطناش المسألة دي بشكل واضح أنا رأيي إحنا بندخل في تجربة سمك لبن تمر هندي وهيكون نتيجتها اللي بيحصل ده. نعم طيب اتفضل. طيب احنا دلوقتي يعني الدكتور تفضل والمهندس يعني على انه لفظ مدنية هو لفظ حمال وجوه وما شابه يعني. احنا دلوقتي لما بنيجي نصدر اي وثيقة ويكون فيها مصطلحات محددة تحتمل عدة اوجه، فمن يعني في منتهى السهولة احنا نقدر نقول المدنية المذكورة في هذه الوثيقة تعني كذا وكذا 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 وكذا، إذا كان نعم. إذا كان في تخوف من ده. الحاجة الثانية كمان إنه الدولة المدنية في فهمنا وإحنا عبرنا عن ده مرارا وتكرارا هي الدولة اللي بتجمع المصريين تحت مظلة الهوية المصرية وتحترم الهوية المصرية، ومن أهم مكونات الهوية المصرية الأديان، والمصريين عرفوا ربنا والتوحيد من أيام إخناتون من قبل موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والفكرة الدينية في وجدان الشعب المصري. ويستحيل فصل الدين عن حياة الناس، لأن الدين في حياة الناس مش بقوانين وإنما باختيار. أنت بتلاقي الراجل يعني معذرة في المثال الحرامي طالع على الماسورة يسرق وبيقول إيه يا رب استر، هو الشعب ده اتفطن على كده. طيب لما نيجي نقول بقى إنه الكلمة مدنية تعني فصل الدين عن حياة الناس، فإحنا بنأكد إن ليس هذا هو المقصود. طيب هو المقصود طيب المقصود احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا جمع المصريين تحت مظله الهويه المصريه التي لا تفرق بين مصري ومصري لاي سبب من الاسباب، له كامل الحقوق وكفه وعليه كفه الواجبات، ولا تفرق بين مسلم ومسيحي في اي شيء بما فيه الولايه، يعني بما فيه ان المسيحي من حقه ان يترشح لاي وظيفه من الوظائف وايا كانت الوظيفه دي هي ايه. نعم المساواه في المواطن. طيب الحاجة الثانية إشكالية التفعيل، ودي في الحقيقة بقى مربط فرس شديد. يعني إحنا النهاردة لما نتكلم عن تفعيل الشريعة الإسلامية لما كامل الحق إن إحنا نقول على وجهة نظر مين؟ هل على وجهة نظر اللي بيقول لي حط شمع على وش التماثيل الفرعونية عشان التصوير حرام؟ هل على وجهة نظر الظاهريين اللي بيتعاملوا مع النص على ظاهره دون النظر لمقاصد النص وما وراء النص من حكم؟ على منهجية مين؟ ما احنا عندنا رئيس الوزراء التركي لما جه عبر عن رؤية من وجهة نظره لحقيقة الدين تكمن في جوهر الدين من أخلاق ومعاملات ودعوة للبناء ودعوة للعمل. هل احنا بنتكلم في كده؟ ولا بنتكلم عن أن الدين ينحصر في مجموعة من الطقوس الظاهرة رب العزة قال عنها في القرآن قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هل إحنا بنتكلم على أنهي فهم؟ وفي الحقيقة يعني لما فضيلة الدكتور تفضل وقال إنه القوى الليبرالية أو المدنية متخوفة وما شابه، طب من ليها حق تتخوف؟ النهارده كم المشايخ اللي طلع في برامج والكلام ده مسجل موثق في برامج فضائيه يتكلم عن تعامل معين مع السيدات بشكل معين، يتكلم عن فرض للدين بالقوانين وما شابه. الدين في فهمنا احنا لا ينتشر الا بالدعوه والقدوه ونقطه، لا ينتشر الا بذلك. قال تعالى لا اكراه في الدين، وقال لرسول الله افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال لرسول الله وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده الدين في فهمنا. الدين في فهمنا لا بينتشر بقوانين ولا ينتشر بفرض وصايا من اي فئه ايا كانت. لما القوى الدينيه تحل اشكاليه التعامل مع المسائل الخلافيه يكلمونا عن التفعيل. ليه بقى؟ فضيله المفتي الدكتور علي جمعه اصدر فتوى ما ولقينا عدد من القوى السلفية معتصمة قدام دار الإفتاء وتطالب بعزله. عزل مين بقى؟ عزل ليبرالي؟ عزل علماني؟ ولا عزل عالم من علماء الإسلام له من العلم والشهادات والتوثيق ما له؟ النهاردة هذه القوى ما قبل حتى الثورة تفسقها وتبدعها لعدد من علماء الإسلام. ما تسمعش علي جمعة أصله أشعاري، سيبك من الشيخ الشعراوي أصله. أنهي فهم؟ أنهي فهم؟ النهاردة لما ينقلوا لنا إشكالية الخلافات الدينية، وعلى فكرة هذا التوافق ما بين القوى السياسية الدينية توافق صوري
سوري لمقصد واحد الى ان نصل لدوله فيها، يعني فضيله الشيخ بيتكلم عن انه انتهينا من اشكاليه الدوله الدينيه. احنا الدوله الدينيه في رؤيتنا مش ان الحاكم يقول انا بحكم بسم الله، وانما اي اجبار داخل الدوله هو من وجهه نظرنا دوله دينيه. لما ينتهوا ويصلوا للدوله الدينيه انا بقول لحضرتك انهم هيتخانقوا مع بعض وهيكفروا بعض وهيفسقوا بعض وهيفسقوا بعض. الخطاب الديني إذا لم يحل إشكالية التعامل مع المسائل الخلافية ويضع آلية لما نختلف نعمل إيه في المسائل الظنية وغيرها ما يكلموناش في دول. خلص مشاكلك الأول. إذا كان إحنا عندنا في مشاكلنا السياسية هذا الكم من الصراع وهذا الكم من الإشكاليات، يبقى خلص مشاكلك الأول ووصل لصيغة توافقية فيما بينك، فيما بينك مذهبي ولا سلفي ولا لا مذهبي ولا مشابه. معلش حاجة أخيرة برضه، أيا كان فهم العالم هو إيه لا يسمى خطاب الله. خطاب الله هو نص الآية القرآنية ونص الحديث النبوي الصحيح الشريف المروي باللفظ بلفظه الثابت لرسول الله. كل ما اسمه فهم صادر عن عالم أيا كان هو مين، ولجميع العلماء يعني فوق دماغنا من فوق، بس فهم أي عالم يسمى إيه؟ يسمى أثر خطاب الله. والعلماء قالوا إنه ده منهم الدكتور سعد الدين هلال وله في ذلك بحث بديع. ايا كان فهمه لنص الايه هو مجرد اثر لخطاب الله. الامام محمد عبده بيتكلم عن ايه التيمم يقول تاملت في تفسيرها 25 تفسير فلم ارى تفسير يخلو فيها من تكلف. يعني عادي جدا وبمنتهى السهوله هذه الاجتهادات جميعها يرى انها لا 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 يعني ممكن جدا الاخذ والرد فيه. دكتور هل ترى ان اداء التيارات الاسلاميه والقوى الاسلاميه اللي ظهرت بكثافه وبقوه على الساحه بعد ثوره 25 يناير هي جزء من الارتباك الحادث الان؟ مش جزء من الارتباك الحاد. القوى الدينية الإسلامية شأنها شأن الشعب المصري كله كانت في حالة من حالات الكبت والضغط وعدم التعبير ومشاهد. وفي الدعوة الليبرالية لا يوجد فكر إقصائي ولا بد أن يمثل كل من هو في شعب مصر يعني. ولكن هو في الحقيقة لما نيجي نتأمل الخطاب الديني الآن الموجود الآن في الشارع والسياسي هو الخطاب الديني السلفي مع كل الاحترام والتقدير، هو خطاب واحد. يعني حتى لما يقول الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، إذا كان كل هؤلاء يعبروا عن مدرسة فكرية واحدة فهي مدرسة واحدة، مدرسة واحدة. لكن ما زال في التاريخ والتراث الإسلامي الإمام ابن رشد وغيرها من المدارس العلمية اللي موجودة هم الآن عايزين يحصرونا في المدرسة دي. مش كلهم بنفس الدرجة من العنف، مش كلهم بنفس، لكن الظاهر في الشارع المصري هو إيه؟ خطاب ديني واحد بيتكلم بمنتهى يعني الاستعراض للقوى وبيعرض فهمه في كثير من البرامج ومن حق، مش هقول القوى الليبرالية، من حق كل مصري عايز يتمتع بحريته وعايز يتمتع بحرية اعتقاده ان هو يخاف من الخطاب دوت. لما يطلع واحد يتكلم عن ويتسأل مباشرة تقول ايه في المسيحي، يقول لها كافر، ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، هذه الآية آية إقامة حجة وليست للاستخدام فيما بيننا. والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا قال الآية دي لما قال له خاطب اهل الكتاب ما قالش قل يا ايها الكفرة، وانما قال قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء. ولما بعت الرسالة لهرقل العظيم الروم قال من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. انا ملاحظ بس انك بتدافع عن اتهامات لم تقل الان، يعني انت بتتكلم في خطوط عامة ومطروحة وانا اعتقد لا ان مش لا ليست احنا بنتكلم من واقع الشارع السياسي اللي موجود اللي كلنا فيه. طيب. وفي الحقيقة احنا مش هناخد الخطابات اللي بتتقال في يعني في الاجتماعات للاستهلاك الاعلامي انجاز التعبير. انزل حضرتك الشارع، أكيد حضرتك بتصلي الجمعة وسمعت بودن حضرتك اللي بيقول يحرم عليك أنك تنتخب فلان وفلان وفلان وفلان. نعم. قيل. إحنا بنتكلم عن اللي موجود في الشارع. النهاردة فضيلة الشيخ وفضيلة المهندس يعني بيتكلموا على أنه إحنا كان في وثيقة. طب إحنا اجتمعنا في مكتب الدكتور الطيب لمناقشة وثيقة الأزهر ولم يذكر فيها أي نص يخص المجلس العسكري لا من قريب ولا من بعيد، وكانت بتتكلم عن دولة عصرية ديمقراطية عن إطلاق للحريات وجميع القوى اللي كانت موجودة توافقت عليه. جيهم في الآخر قالوا إيه؟ إلا أن تبقى إرشادية. يبقى عملت إيه إرشادية؟
والحاجه تقول لك الزم مين ده اللي يلزم الشعب؟ مين قال لك ان انا عايز الزم الشعب؟ انا عايز الزم اللي قاعدين على الترابيزه دول، ان لما يكونوا في البرلمان يلتزموا بيه. الوقت بتاع الباشمهندس ولا المساله هتاخد؟ طيب انا لا طب انا بستاذنكم بس لا انا لا 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 طب ثواني يعني بس. احنا عندنا حق لازم نرد. طب ومين قال لك ما ياكلش تهم كده جزافا واحنا قاعدين نتفرج؟ يا دكتور مين قال لك انك هتتفرج؟ اه لا ده انا ساعطيك الكلمه حالا وسوف اقول لك كل كلام متناقض من حقك. بس عايز اقول لحضراتكم حاجه. طيب عايز اقول لحضراتكم بعض الاشياء بس. لا بس لاحظ حاجه واحده بس ان لو استمر الحوار على كده انا ماليش لازمه. لا لا خالص لا ما يعني خلينا نتكلم في قوه سياسيه بسيطه. الامر سيكون بسيطا، هي مجموعه من الاراء لا قد لا تكون موافقا علي مغالطات وليست اراء وسارد عليها. نعم نعم ساعطيك هذه فرصه كامله. عايز اقول للساده المشاهدين بس ان وكيل وزاره التربيه والتعليم اعلن دلوقتي تعطيل مدارس إيه؟ في تعطيل المدارس في عابدين وغرب القاهره، منطقتي عابدين وغرب القاهره مفيش مدارس بكره، لان طبعا وده شيء طبيعي جدا عشان المنطقه هناك. مراسلتنا في السويس بلغتنا دلوقتي ان ضابط جيش اتضرب بمطوى في التجمع اللي موجود فيه واصيب الان ونقل الى المستشفى. الاحداث مشتعله في الاسكندريه. معنا الدكتور عبد الهادي مصباح الكاتب بجريده مصر اليوم واستاذ التحليل والمناعه والميكروبيولوجي. اهلا دكتور عبد الهادي. اهلا يا استاذ خيري، ازيك؟ انا اسف اني سبت حضرتك وقت على التليفون. لا ابدا، انا الحقيقه حريص على ان انا يعني اتكلم مع حضرتك، لان الحقيقه انا يعني عز عليا جدا ما اقرا دلوقتي من انه يعني البلد بتهدم، ومع الاسف الشديد ما فيش اي تصرف شايفه ان هو يعني جدير باللحظه او يتناسب مع اللحظه. نعم. اللي بيحصل انه هذا التصرف مع كثره اجتماع او كثره المليونيات اللي بتحصل بتعمل نوع من الاستفزاز لكثير من البلطجيه وكثير من الناس اللي هم اصبحت مصالحهم متعارضه مع وجود نظام استنفار بتستنفرهم بيجدوا المناخ مناسب يعني. بالضبط زي ما يكون واحد بالضبط عنده جرح وكل ما يجي يلم أضربه عليه تاني يقوم يبدأ ينزف ويرجع للحظة الأولى. في ناس من المحليات عشرات الآلاف انتهت مصالحهم بحل المحليات، في ناس من الشرطة اترحلوا، في ناس في عوامل كتير جدا ممكن تكون في مية أو مئات أكتر من 100,000 بلطجي موجودين في الشوارع. هل أنت حضرتك عايز تقنع أن الناس اللي أنت هتشايفهم دول عندهم شغل بكرة؟ انا عايز اقول لحضرتك انه بناء على الخبراء الاقتصاديين ان احنا ما عندناش اكثر من 4 لـ5 شهور احتياط نقد اجنبي نجيب بيه اكل. فالكارثه ان احنا هنوصل لفين يعني. لازم يكون في اولا حذر وحذر. طب دكتور عبد الهادي ممكن تسمع معانا الهتافات بس؟ هنحاول نقرب نسمع الهتافات وارجع اسمع حضرتك تاني. ما لما بنقرب منهم بيسكتوا. ده الشيخ حازم ابو اسماعيل. دول بيهتفوا في استقبال المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه الشيخ حازم ابو اسماعيل لما ظهر في وسط هذا التجمع. انا عارف انه كان في الميدان. هو ظهر هناك. هو ظهر نعم. طيب تفضل يا دكتور عبد الهادي. يعني هل من المنطق ان مرشح لرئاسه الجمهوريه ينزل الميدان وينتهز هذه اللحظة لدعاية انتخابية؟ أنا يعني مش عارف الحقيقة. الناس دي كلها بتجتمع على الهدم، لكن كل واحد من دول في فكره فكر مختلف. لا نستطيع التعميم يا دكتور عبد الهادي إذا سمحت لي. مش هقدر أجمع آلاف عشرات الآلاف موجودين إنهم بيجتمعوا على شيء واحد، صعب شوية. اتفضل. يبقى على الأقل نجتمع على إن إحنا عايزين على الاقل نوصل المركب دي لبر الامان اللي هو انتخابات، وما فيش حاجه اسمها ان انا اشيل مجلس عسكري دلوقتي مع تحفظي على اداء المجلس العسكري ومع تحفظي على الاداء المترهل للوزاره. الوزاره لكن المجلس العسكري يسلم السلطه لمين؟ يعني انا مش عارف ليه احنا دايما كل ما نيجي نقرب ناحيه الشط بنحاول نحرق مراكبنا. يعني حقيقة أنا متأسف إن أنا لا وصلت وجهة نظرك دكتور عبد الهادي. أنا بشكرك جدا. معلش هناخد مراسلنا في ميدان التحرير الأستاذ محمد صلاح. أهلا يا أستاذ محمد.
استاذ محمد. استاذ خيري ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الاخبار انا شايف. انا سامع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ خيري. شايف الشيخ حازم ابو اسماعيل واصل وحواليه التفاف من الجماهير، ماذا يحدث الان في الميدان؟ بالضبط يا استاذ خيري، دخل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل من اتجاه كوبري قصر النيل وحوله حوالي 2000 متظاهر، انضم اليهم مجموعه من المتظاهرين داخل الميدان وبداوا الهتاف، والهتافات كلها في اطار المطالبه للمجلس العسكري بتسليم السلطه واتهاماته ايضا بالتباطؤ في تسليم السلطه. اود ان اشير استاذ خيري الى ان عندما توردت الاخبار حول حريق في مجمع التحرير هتف المتظاهرون فورا انهم ليسوا مسؤولون عن هذا الحادث، قائلين يا شعب ما تخافش احنا ما بنحرقش. ثم بعد ذلك أتبعوا ذلك بهتاف مباشر حول أمن الدولة، قائلين أمن الدولة لسه صاحي، وهذا في إشارة إلى أن أمن الدولة هو المسؤول عن ما يحدث في الميدان الآن، عما يحدث داخل هل الحرائق تم إطفائها ولا لسه؟ الحريق مش واضح من ناحية ميدان التحرير، أنا أرى المجمع من واجهته من ميدان التحرير وأرى الجانب المطل على شارع القصر العيني، لا أرى أي مظاهر للحريق يعني، لكن رأيت دخان يتصاعد من الطابق الخامس في مجمع التحرير ولكنه اختفى فجأة. نعم. القنابل المسيلة للدموع تأتي من ناحية شارع القصر العيني بشكل متقطع، تهدأ طارة ثم تعود مرة أخرى للإطلاق قوات الشرطة لإطلاق القنابل المسيلة للدموع. المتظاهرين تركوا مدخل شارع القصر العيني وتجمعوا حول مجموعة المتظاهرين المتجمهرين حول الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. الأعداد بدأت تتناقص بشكل قليل نظرا لبرودة الجو وتأخر الوقت، لكن ما زالت هناك وفود. اتفضل محمد، اللي انت شايفه ده بيقول الميدان رايح فين؟ احنا مكملين والليله طويله والناس قاعده ولا ناس بتستعد للانصراف؟ يبدو يبدو ان الحديث هنا عن اعتصام، لانهم بداوا في اغلاق مداخل الميدان واستخدموا الالواح الموجوده داخل الميدان، الالواح الصاج الموجوده داخل الميدان لبعض المشروعات التي تجري داخل الميدان استخدموها في اغلاق مداخل ميدان التحرير، فيبدو ان الامر سيمتد الاعتصام داخل ميدان التحرير. لكن قوات الشرطه ما زالت متواجدة في شارع القصر العيني، وما زال هناك بعض المتظاهرين يقفون في مدخل شارع القصر العيني أمام سور أو عند بداية سور الجامعة الأمريكية. حشود من المتظاهرين، أعتقد أنهم أغلقوا، لا أرى من المتظاهرين، لكنهم يبدو أنهم أغلقوا مدخل شارع القصر العيني أمام قوات الشرطة. وأعتقد أن الحريق الذي كنت تتساءل عنه أحيانا أثناء لقاءاتك كان حريق لبعض إطارات السيارات لمنع قوات الشرطة من التقدم أكثر نحو الميدان. شكرا. الميدان به حوالي 5000 متظاهر. شكرا أستاذ خير. فقط يعني الأعداد اللي شايفينها دي 5000 فقط؟ أعتقد ذلك، يعني دي وجهة نظري، ما أعتقدش أن هم يتعدوا من 5000 ل7000، يعني ده على أكثر تقدير. حضرتك شايف التجمع اللي حول الشيخ حازم ده أعتقد أكبر تجمع في الميدان، التجمعات الثانية أقل بكثير، في تجمع قدام مجمع التحرير أعتقد نص التجمع ده، وأعتقد أن به أيضا شخص من الأشخاص البارزة وهناك تجمع حوله، والتجمع ده بيتحرك الآن نحو التجمع الموجود حول الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. طيب لا أعلم من بداخله لكن هم يتحركون الآن. بشكر زميلي العزيز محمد صلاح. بروح لزميلنا محمد أبو العينين في الإسكندرية نطمئن، كان في أخبار عن اقتحام ومحاولات اقتحام لمديرية الأمن في الإسكندرية. مساء الخير يا محمد. مساء النور يا فندم. وأقول لك صباح الخير، الساعة 1:30 يعني. بالفعل محمد، ماذا يحدث الآن أمام مديرية الأمن في الإسكندرية؟ بعد ضرب طوب متبادل ما بين المتظاهرين وأفراد من داخل مديرية الأمن، حدث اشتباك بين الطرفين وتم إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع بكثافة وإطلاق رصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين. أحد المتظاهرين أصيب طوبة كبيرة في رأسه وسلب دم كبير جدا، نقل للمستشفى. أستطيع تحديد الآن إصابتين على الأقل، منهم إصابة في حالة خطيرة، لكن عدا ذلك الأمور الآن أكثر هدوءا ولا في اشتباكات تانية موجودة؟ أكثر هدوءا بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع ونزول أفراد من الشرطة ومن مديرية الأمن. استطاع المتظاهرون الهروب من الشوارع الجانبية، بعضهم كبير لجأ للصيدليات للحصول على الأعداد. تقريبا قد إيه؟
كانت 2000 وبعد إطلاق الغاز المسيل للدموع تبقى ما يقرب من 500 تحركوا بعد إطلاق الغاز. نعم أنا بشكرك جدا زميلنا محمد أبو العينين مراسلنا في الإسكندرية، سنعود مرة أخرى لنتابع ما يحدث هناك. أعود لضيوفي مرة أخرى في الاستوديو وهروح للدكتور محمد يسرى على طول عشان كان غاضب. أنا الآراء التي يتحدث عنها الدكتور محمد يسري هو تجميع لما حدث في الفترة الأخيرة، فيها أشياء كثيرة نسبت لأشخاص كثيرون، يمكن أن توضح لنا الرؤية المنهج الحقيقي لطريقة تفكيره. كويس. طيب أنا آسف جدا، معنا السيد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى العسكري، وإحنا كنا بنستجدي وبنطلب أن يتحدث إلينا أحد المسؤولين. مساء الخير سيادة اللواء. سيادة اللواء محسن الفنجري. مساء صباح الخير يا خير. صباح الخير يا محسن بيه. صباح الخير يا خير يا باشا. سيادة اللواء إحنا الناس عايزة تسمع صوت يطمئنها على ما يحدث. الناس مش فاهمة ماذا يحدث ودور المجلس العسكري. فماذا تقول عما يحدث الآن في ميدان التحرير وبعد ميادين مصر؟ هو طبعا هو بلاش المجلس العسكري، واحنا نقول دور صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين في مثل هذه الأحداث. نعم لحضرتك مسؤول عنه. هو بعد إذن حضرتك يا خيري، ما عرفش كده أنا عايز أحط شوية علامات استفهام على مجريات الأمور والأحداث اللي بتتم في الزخم السياسي اللي احنا فيه وفي الشكل العام التحضيري لانتخابات برلمانية ليبنطمع فيها الوصول لبرلمان منتخب نزيه ممثل للشعب المصري. هل هو هذا هو الهدف، ان يتم فيه مثل هذه الاعتصامات ومثل هذه المليونيات بدل ما نتوجه الى الوعي السياسي وتوجيه الناخب المصري الشريف اللي قاعد منتظر يعي شكل الأحزاب اللي جاية ومناهجها إيه وما هي سوف تقدمه لمصر وما هي أساليب ودور الناخب المصري في الإدلاء بصوته؟ لابد إن احنا يكون هنا رؤية وتوجه، مش رؤية وتوجه لعقد مليونيات وزخم في الأسكندرية وزخم في دمياط وأحداث متتالية متلاحقة. المطلوب منها هو إجهاد القيادة اللي بتقود الدولة في مثل هذه الأمور في مثل هذه الأونة لتحويل توجهاتها لتنفيذ انتخابات. هذا سؤال في علامات استفهام كثيرة. طيب لماذا ظهر ملف أسر الشهداء والمصابين في هذه الفترة رغم أن هناك من الأمور التي تم تقديمها في هذا الملف اعتبارا من يوم 30/7/2011 أمر السيد القائد العام المشير حسين طنطاوي بتبني ملف أسر الشهداء والمصابين ودعم الصندوق بمئة مليون جنيه وتم تنفيذ في اليوم التالي صرف أول شيكات لأسر الشهداء والمصابين رغم الإجراءات القانونية المعقدة، ولكن تم الصرف في اليوم التالي بدء المراحل الأولى لصرف الدعم المادي لأسر الشهداء والمصابين، واستمرنا في الصرف إلى أن وصلنا ل 92% من المصابين وقرابة 90% من الشهداء أسر الشهداء تم صرف الدعم المادي المخصص له وهم 5000 جنيه لمن كل من هو شارك في الثورة وأصيب ولم تتأثر الإصابة بتاعته بنسبة عجز صرف 5000 جنيه وصرف 15000 جنيه أي نسبة إصابة في هذا لصالح من هذا الملف ثم 30000 جنيه لأسر الشهداء وتم تكريم أسر الشهداء ب 25 فرصة حج من قبل القوات المسلحة و10 فرصة حج من قبل وزارة السياحة واتحطت محددات ومعايير للحج علاوة على ان هناك في وعد من وزارة الطيران المدني لتنفيذ عمرة لمئة مصاب من المصابين وحطينا محددات عشان نحقق العدالة الاجتماعية ان النهاردة قلنا المصابين اللي هيطلعوا عمرة اللي هم فقد عين يقدر يتحرك وينفذ مراسم العمرة المبالغ اللي تم صرفها دعم مادي من قبل الصندوق لصالح أسر الشهداء والمصابين
علاوة على ذلك تم عقد مؤتمر وتم التنسيق مع المحافظات وجاهم سكرتير عام كل محافظة ومع المستشار العسكري وأحد مصابي الثورة وأحد أسر الشهداء عشان نبحث آلية تنفيذ تقديم الخدمات لصالح أسر الشهداء. سيادة اللواء أنا مش عايز أقطع حضرتك بس الوضع الآن وصل إلى ما أبعد من ذلك بكثير. أو دول اللي موجودين في ميدان التحرير مش مصابين يا أخي. تمام ده دلوقتي طبعا مش مصابين خالص اللي كانوا موجودين. أيوة. الصبح. هل تعتقد مصابي الثورة بيمسك الطوب ويولع حرائق ويضرب إذا ما هوش محتاجة مني علاج ده أقوى مني بنية ومنك يا خيري. هل دول هم المصابين الثورة؟ إذا من هو اعتلى عرش هذا المصابين؟ من له المصلحة في إرباك الدولة؟ سيادة اللواء له... أيوة يا خيري. هناك ربطين إذا سمحت لي حضرتك بس باستضاحهم هذا يدور في ذهن الناس كلها. لماذا تتكاسل الشرطة مع ناس بتقطع طريق وناس بتضرب وناس بتضر باقتصاد مصر بالأيام والأسابيع ولا تقترب منهم في نفس الوقت اللي 100 أو 150 يصبح الحل هو التعامل بعنف؟ ليه؟ ده شيء غريب قوي أنا بسمعه منك يا أنا بس بطرح على حضرتك ما يطرحه الناس. وأنا مش هجاوب على حضرتك. هو الإعلام المصري هو اللي بيجاوب والقنوات الفضائية هي اللي بتجاوب إن كل يوم بيتم القبض على البلطجية وتجار المخدرات وأسلحة بتتهرب. ده لسه امبارح يا خيري عربية جاء من راحة أسيوط بتنقل سلاح وتم القبض عليها في أحد الأسلحة. نعم أنا لا أتحدث عن هذه الجهود سيدي يعني خالص. ما هو النهاردة وفي إجراءات بيتم بتنفذها بتفعلها الداخلية للقبض على البلطجية. لا أنا عايز أسلم إن اللي كانوا موجودين يا سيادة اللواء في ميدان التحرير غلطانين واعتصامهم خاطئ زي ما بنسلم كتير ان اللي بيقطعوا طريق وهم لهم مطالب غلطانين لكن لا يتم التعامل معهم بهذا العنف اللي تم النهارده. السؤال ليه ما تمش التفاهم معهم؟ الصندوق قام بجهود كبيره جدا. معلش يمكن الصوره مش منقوله ليك مباشره ومتابعه. انا متابع الاحداث منذ البدايه. نعم. تمام في داخل ميدان التحرير لم يتم تعدي فرض شرطه على إلا بعد ما تم التعرض لرجال الشرطة ودول هيبة الدولة. هل تقبل يا خيري وانت قاعد في قلبي؟ لا أحد يقبل. هل تقبل يا خيري وانت قاعد في البيت واحد ماشي برا وقول له ما توقفش تحت هنا البيت، البيت ده له حرمة. تمام؟ البيت له حرمة وفي الكثير من إن أنا عايز أحافظ على الحرمة اللي موجودة. أقول له بعد إذن حضرتك اخلي المكان ده. يقول لي ما أنت مش هخلي المكان وأقوم ماسك طوبة ومزقلك كسرك الإزاز يا خيري. رد فعلك هيكون شكله ايه؟ ما هو احنا بنقول دولة القانون يا خيري واحنا بنسعى لتنفيذ دولة القانون. ما الناس مش شايفة دولة القانون دي مطبقة في كل الحالات يا سيادة اللواء. القانون مطبقة في كل الحالات وإلا ما نكونش بنقول بقوة ان احنا قادرين على تنفيذ الانتخابات وحنتنفذ الانتخابات بالقانون. النهاردة ما هو الهدف الرئيسي من الاعتصام في ميدان التحرير؟ الهدف الرئيسي اللي كان بادئ الصبح مختلف عن المطالب اللي بتتم دلوقتي. بالظبط كده. يبقى انا احط علامه استفهام. احط علامه استفهام على طول. اذا انا برتب شيء عشان احقق هدف اخر تاني اللي انا مش قادر احققه عشان كان من بدايه الثوره وانا بسعى الى زج القوى المسلحه في ارض الشارع. سيادة اللواء مين ليه مصلحة في عدم إتمام الانتخابات؟ أفندم؟ مين ليه مصلحة في عدم إتمام الانتخابات؟ ما هي القوة اللي داخل مصر اللي مش عايزة انتخابات تتم؟ بشيء بسيط قوي، إجابة بسيطة قوي. من له مصلحة في إسقاط مصر؟ دور على من له مصلحة في إسقاط مصر؟ إسقاط الدولة. طيب أنا لازم أكمل مع حضرتك بنفس السؤال، من له مصلحة في إسقاط مصر داخل مصر؟ من لا يريد الخير لمصر. ما هذا سيظل كلام يعني أبص في أرض الشارع يا خيري هل هم دول الشعب المصري؟ ما أقدرش أنكر أنهم من الشعب المصري. هل الشعب المصري هم هؤلاء الفئة اللي موجودة في ميدان التحرير؟ الشعب المصري اللي قاعد يتفرج على التلفزيونات اللي موجود في ميدان التحرير هي فئة قليلة
أعتقد حضرتك شايف فيهم أشخاص مرشحين لرئاسة الجمهورية وأشخاص من أحزاب واضحين جدا ونشطين سياسيين شباب كويسين. شيء يسعدني أن الأباطرة السياسيين موجودين في ميدان التحرير بدل ما النهاردة نطالبهم إحنا كشعب مصري توعية والحفاظ على مصر. سيادة اللواء في 15 محافظة الآن بما فيها القاهرة العاصمة مشتعلة وفيها ناس غاضبة في الشوارع، ما الذي يمكن أن يحدث؟ الناس منتظرة حد يتحدث معها، لا في حد من الحكومة طلع يتكلم ولا حد من المجلس طلع يتكلم. المسألة تجاوزت صندوق الشهداء والمصابين، المسألة بقت أخطر من ذلك بكثير. ماذا نقول للناس اللي قاعدة في بيوتها والآن دلوقتي؟ أنا بقول لك يا خيري إن النهاردة الناس اللي قاعدة في بيوتها تعي جيدا ان هناك علامات استفهام على الاحداث اللي بتدور حوالينا. من هم موجودين الان في ميدان التحرير؟ انت بتقول لي رؤساء احزاب موجوده في ميدان التحرير وبتقول لي ناس مرشحين لرئاسه الجمهوريه موجودين في ميدان التحرير. ماذا يريدون من مصر والى اين تذهب مصر؟ طيب سياده اللواء انا همشي مع حضرتك بالظبط، هناك علامات استفهام وهناك ايادي تلعب من داخل مصر وخارجها. المجلس العسكري هو الذي يدير البلاد ووزارة الداخلية وعندنا أمن قومي. الناس نفسها مرة تطلع تقولها خدوا بالكو هذه القوة اللي اسمها كذا بتعمل، لدينا جهات بتشتغل على، يعني تبقى المسائل واضحة الناس تفهم أعدائنا فين. احنا مش عارفين أعدائنا، وهذا الكلام والاتهامات في أحداث كثيرة جدا تتكرر. احنا عايزين نمسك حاجة بإيدينا. عايز تمسك حاجه بايدك يا يعني حضرتك انتوا اللي بتحكمونا، قولوا لنا احنا مسكنا وعرفنا الاصابع اهي علشان ناخد بالنا. بص على الشاشه اللي قدامك وانت تعرف من هم وراء هذه الاحداث. ماشي. انا شايف مواطنين مصريين قد يكون فيهم بلطجيه لكن فيهم شباب كويس وفيهم ناس غاضبه وفيهم اهالي مصابين وفيهم اهالي شهداء، مش هعرف اصنفهم. احنا لا، ارجع يا خيري بالذاكره ليوم 25 يناير و28 يناير، تمام؟ واللي كانوا موجودين في ميدان التحرير وما هو الهدف الرئيسي اللي كانوا طالبينه. والنهارده هو مطلوب اليوم وانا في غضم اعداد وتجهيز الانتخابات عشان كل برلمان له من المصداقيه وله من القوه ان هو يشكل حكومه ويعبر بهذه البلد الى بر الامان. هل هو الهدف ان انا اطول مده التعرض؟ انا هقول لك على حاجه خير. انا النهارده ماشي على طريق وبعبر هذا الطريق وبيقولوا لي الطريق ده في ضرب نار، اعبر الطريق ده باقصى سرعه ولا امشي بخطوات هادئه عشان ما اتعرضش للنيران؟ بس انا لو لقيت نيران طالع عليا وانا في الطريق همشي بسرعه علشان الحق استقر اروح لمنطقه امنه. يبقى حجري بسرعه الطريق، تمام؟ حجري واعبر الطريق باقصى سرعه، مش كده برضه خيري؟ إذا كانت ما حاولي يحترق يا فندم، أنا شايف هو هنا النهاردة ما حاولي بيحترق. نعم. ما حاولي النهاردة الفترة اللي احنا فيها دي بنتعايشها سويا هي فترة عدم استقرار والبلد بتحترق. يبقى أمشي في هذا الطريق ببطء ولا أجتاز هذا الطريق بأقصى سرعة عشان أصل بأبنائي إلى بر الأمان؟ يبقى لابد ان احنا نجتاز هذه المرحله كتير من ابناء غاضبين يا سياده اللواء عشان نصل الى الانتخابات الحره. سياده اللواء انا اسف اذا كنت مزود مع حضرتك شويه. لا لا ابدا، بس انا عايز اقول لحضرتك احنا مشتاقين نسمع صوت مسؤول، يعني عندنا شبق ان احنا نسمع صوت الناس اللي قاعده في بيوتها، نفسها حد يطلع يطمنها ويقول لهم ان الاعداد اللي قاعده تتزايد في الميادين واللي بيشتبكوا مع مديريات الامن واللي هيندس فيها من يندس، المسألة تحت السيطرة وعندنا رؤية وتصور وحل. عايزين نسمع ايه اللي هيحصل، التزايد اللي بيحصل في ميدان التحرير، اللي بيحصل في اسكندرية، في السويس، في الدقهلية، ايه اللي هيحصل يا سيادة اللواء؟ طب ايه على شيء غريب قوي، حاجة يعني اي واحد قاعد قدام قنوات التلفزيون ويبص لهذا الزخم اللي موجود في كل هذه المناطق والبؤر المشتعلة في كل مكان يعرف ما هو الهدف منها. هل هو هدف هو استقرار مصر؟ خيري انا مستقر. هل هو الهدف من استقرار هو استقرار مصر؟ طيب سيادة اللواء بعد اذن حضرتك انا معايا الدكتور محمد حامد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار، تسمح لي حضرتك يشاركنا الحوار؟
تحت امرك. طيب سياده اللواء، بس السؤال هو الفكره انه يعني حتى لو في هذه المؤامره، احنا شايفين دلوقتي على الشاشه شباب مصريين عاديين، هل الطبيعي ان احنا نسيبهم لمؤامره موجوده في الميدان، ولا يطلع حد يكلمهم ويفهمهم؟ لان هو المشكله دلوقتي مع وجود مؤامره، لو في مؤامره موجوده في الميدان، طب ما الشباب الموجودين دول بيستغل حماسهم وبيستغل رغبتهم في ان البلد تكون احسن، وبيتم تشويه افكارهم وبيتحركوا يعني بشكل فيه مشاعر. ومن الناحيه الثانيه يعني سواء مجلس الوزارة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما حدش بيطلع يتكلم معاهم أولا يهدئ من روعهم ويطمنهم ويفهمهم إذا كانت في مؤامرة هي أبعادها إيه، وفي نفس الوقت يعني يرشدهم. يعني هم دلوقتي حتى لو في مؤامرة، إحنا قبل المشهد الموجود ده كان تقريبا الميدان كله مليان، وكنا شايفين شباب بتجري وبتحدف طوب على قوات الأمن المركزي، وقوات الأمن المركزي بتحدف عليها طوب. فحتى يعني هل في هيبة الدولة إنه قوات الأمن المركزي تبادل شباب حتف طوب بطوب؟ طب يعني طب ما حد يطلع يتكلم يفهمهم يهدئ من روعهم، لو هم اتلعب في دماغهم على انه احنا رايحين لحكم عسكري، طب ما يطلع حد يقول لهم لا احنا مش رايحين لحكم عسكري، وان خريطه الطريق كذا وكذا وكذا. التواصل يا سياده اللواء مع الناس بيطمن وبيريح، لكن لما الناس تترك لافكارها وتترك لشياطينها سواء من الانس او الجن، يعني اللي بيحصل ان الافكار بتتضخم في دماغهم، واي اشاعه هتتقال هيصدقوها وهيمشوا وراها، ويحصل المشهد اللي قدامنا ده. فهم يعني طب حد يكلمهم يفهمهم يعني. هو انا طبعا متفق مع حضرتك ان حد يكلمهم ويفهمهم. انا بناشد القادة السياسيين اللي موجودين في ارض الساحة، اللي بيعدوا للمليونيات، واللي موجودين زي ما الاستاذ خيري بيقول موجودين في قلب ميدان التحرير، عشان من المفترض ان هم بيهدوا من روعة هذا الشباب، لان الشباب ده مغيب تماما. يعني في منهم من لا يعي ما هو الاجراء اللي هو يفعله، ومغيب في وسط الزخم اللي موجود بيقود الاغلبية الى اتجاه موحد في اتجاه من هو يريد تحييدهم عن الطريق السليم. اولى بمن هم موجودين اللي بيطلعوا على الفضائيات يوميا عشان يبتدوا يهيئوا، هم لهم دور رئيسي في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. انا مش بهاجم حد، ولكن انا بقول النهارده لابد ان احنا نتقي الله في تعاملاتنا مع كافه اطياف الشعب اللي موجوده، ونوعيها بالمرحله اللي احنا فيها. المرحله اللي احنا فيها لابد ان احنا نتكاتف، مش نعتصم ونتعدى على هيبه الدوله المتمثله في الداخليه، ونقول النهارده الداخليه بتضرب المتظاهرين ما بتضربش البلطجيه. الداخليه 24 ساعه متابعه لكافه عناصر وبؤر الارهاب وبؤر العناصر. وانا ما اتكلمتش عن بلطجيه خالص يا سياده اللواء، لان انا مش هشبه البلطجيه بمصاب الثوره. انا بتكلم النهارده مطلوب ان التوعيه للناس، من له اقرب التوعيه؟ مش الاحزاب السياسيه اللي بتتبنى المجتمع المدني عشان تقوده الى بر الامان. لابد النهارده في مشاركه من القياده السياسيه ممثله في الاحزاب اللي موجوده، والرؤيه اللي موجوده انها تنصح. والنهارده القوات المسلحه او المجلس العسكري او الداخليه هي ادوات لها القدره على انها تحاول القدره على الحفاظ على النظام وتامين الداخل. ساعدني في تامين الداخل في التوعيه السياسيه اللي هم الاحزاب اللي موجوده، اللي حضرتك بتقول لي الاستاذ خير بيقول لي في من سياده اللواء انت لك محبه في قلوب المصريين كبيره، وعندك رصيد يسمح، لكن عايز اقول لحضرتك ان احنا بندور على اجابه. انا يعني انا اسف، انا بشتغل اعلامي، انا بطلع الا 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 عايز اجاوب لك عليه يا خير. إذا كان هناك مؤامرة في مشاهد احنا رافضينها وكل شيء، إذا كان هناك مؤامرة، من خلف هذه المؤامرة؟ كيف أنا يمكن؟ أنا ما بقولش مؤامرة يا خيري، أنا ما جبتش سيرة المؤامرة، أنا بقول لحضرتك إن هناك في تغييب لبعض العناصر اللي موجودة في أرض الشارع، والتغييب ده نتيجة لعدم الوعي السياسي اللي موجود لديهم، والوعي السياسي هو مسؤولية رؤساء الأحزاب والقادة السياسيين اللي موجودين. طب فإذا غابوا، وعايزين ننقذ الشارع المصري التداعيات اللي بتتم دي فيها خطورة، دور من يدير البلاد الآن ماذا يجب أن يفعل؟ الناس عايزة تعرف.
المجلس العسكري ماذا يفعل؟ والداخلية ماذا تفعل؟ سيادة اللواء لو حضرتك تأذن لي، سواء سواء رؤساء الأحزاب أو المرشحين المحتملين، الناس تعلم جيدا أنهم لا يملكوا رؤية يوضحوها للناس. الناس الآن تعلم جيدا أن المجلس العسكري هو اللي بيدير هذه الفترة الانتقالية، وكل الإشكاليات اللي موجودة في دماغة الناس ملهاش إجابة غير عند المجلس العسكري. المجلس العسكري دلوقتي بالنسبة للناس زي كده لما يكون واحد بيغرق وعايز يمسك إيد باباه. احنا يعني اي حد في القوى السياسيه اللي موجوده، سواء رؤساء احزاب، سواء ناس مرشحه لانتخابات برلمانيه او مرشحه لانتخابات رئاسيه، لا يملكوا الاجابه لانهم لا يملكوا سلطه، ولا يملكوا الاجابه لانهم لا يملكوا رؤيه لما هو ات. الناس الان متخوفه وتقال لهم في الشوارع انه في اجراءات ما لتحويل حكم عسكري ما، وده غير حقيقي. مهما قال اي قيادي في اي حزب ان ده غير حقيقي حاجه، ولما يطلع ناس لا رجعوا لنا المشهد ده تاني، ويا ريت حضرتك تكون يعني شايف معانا، احنا شايفين مدرعات والقاء طوب ومواجهه مره اخرى واطلاق نيران، ده شيء مفزع جدا. طب النهارده يعني الناس يا سياده اللواء محتاجه تسمع كلام من المجلس العسكري مش من اي قياده سياسيه. المجلس العسكري هو اللي يملك الاجابه على كل الاسئله الموجوده الان في الشارع، مش اي قوه سياسيه. والناس مش هتطمن الا لما يكلمها ناس من المجلس العسكري. اذا كان بيتقال لهم ان المجلس العسكري عايز يستاثر بالحكم وده غير حقيقي، ما حدش هيصدق الا لما يطلع المجلس العسكري ينفي هذا، وينفي هذا بشده، ويقول للناس ايه الخريطه اللي احنا رايحين لها عشان يطمنوا، عشان الشباب دول اكيد في قلوبهم حب للبلد، واكيد نفسهم يعملوا حاجه، وحماسهم في قوه بتلعب في دماغهم وبتحركهم، فبتخلي هذا الحماس يطلع بدل في البناء بيطلع في الهدم. الناس محتاجة تسمعكم يا سيادة اللواء، لازم يحصل تواصل. أول خطوة في بداية تسليم السلطة إيه؟ مش تنفيذ انتخابات برلمانية؟ نعم. إحنا والمجلس العسكري والداخلية والحكومة بتسعى لتنفيذ انتخابات برلمانية. هو المداخلة الطيبة دي لو كانت الساعة 7 مساء أو 5 مساء أعتقد المهندس سعد الحسين اللي بيتكلم حضرتك عضو المكتب التنفيذي لحزب الحريه والعداله يعني سياده اللواء، الفهم الواعي هذا والراقي والمطمئن اذا كان تم من 7 ساعات او 8 ساعات او 10 ساعات اعتقد كان يفرق. يعني احنا سعداء ان حضرتك بتكلمنا وبتطمنا وبتؤكد لنا ان انتوا واعيين ومدركين وملمين بالامور ومشكين بيها، بس كان الساعه 1:30 وحشين بيه 1:30 بالليل. يعني كلنا من الصباح نقول اين نريد مسؤولا، نريد مسؤولا، هي دي القضيه. استاذن حضرتك ان كان من اعتبارا من الساعه 10 صباحا كان هناك في اتصال مع المصابين وتعرضنا لمطالبهم، واتضح في المطالب انها جزء كبير منها مستجاب، وبكره من المنتظر في عرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ببعض المطالب المفروض تفعيلها في ارض الواقع لصالح المصابين، والمصابين كانوا بداوا يغادروا ميدان التحرير، ثم اعتلى الميدان بعض الشباب اللي هو وارد يكون ما تفهمش الامور بشكل واضح، وحدثت مثل هذه الاحداث. ولكن ما يخص المطالب المشروعه لاسر الشهداء والمصابين تم بحثها اليوم وانتهينا منها تماما. اما ما يحدث الان ده موضوع خارج تماما، ده هو يعتبر علامات استفهام محطوطه، ما هو الهدف منها؟ طبعا عندي عندي سؤال سياده اللواء، هل وارد تاجيل الانتخابات البرلمانيه؟ وليه ناجل الانتخابات البرلمانيه؟ علشان احنا شايفين ان الامن النهارده تعامل ثم اختفى في ميدان واحد في مصر. يا استاذ خيري اتفضل يا فندم، انا بقول لحضرتك بعد اذنك هناك الشارع اللي موجود اللي حضرتك هتعبر منه، الشارع ده معرض لنيران كثيفه، تعبر هذا الطريق باقصى سرعه ولا تمشي بخطوات متمهله فيه؟ يبقى لابد ان انا اعبره باقصى سرعه، يعني انفذ انتخابات برلمانيه باقصى سرعه واعتمد على انه هناك يطلع برلمان تتشكل منه حكومه عشان تقدر تتحرك بالبلد الى بر الامان، ويتعمل دستور ويتعمل انتخابات رئاسيه، ويتم رجوع القوات المسلحه الى سكناتها عشان تزاول مهامها الرئيسيه. اذا المجلس
المجلس مصر على إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها وكل إن شاء الله وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية وكل مصر معكم. وده من أول يوم تولد فيه القوات المسلحة وتولد فيه المجلس الأعلى إن السلطة مدنية مدنية مدنية. طيب آخر سؤال عندي للدكتور عماد جاد. تفضل الدكتور عماد. أنا بس عندي سؤال لحضرتك يا ست اللواء. في فرق بين ان احنا نقعد نحلل زي حالاتنا كده ما عندناش لا معلومات ولا عندنا استخبارات ونقدر نقول في نظريه مؤامره وهناك عناصر من الداخل وعناصر من الخارج واحنا نقدر لو بعدم مسؤوليه نتهم ونقول الجهه الفلانيه. اسمح لي حضرتك اسمح لي حضرتك انا ما اسردتش نظريه مؤامره. لا انا لسه ما كملتش حضرتك ما فهمتنيش. لا لا عشان لا حضرتك لو تقولني شيء انا ما قلتش. لا لا لا, لا انا ما بقولش حضرتك انا بعمل مقدمه الكلام ابعد من ذلك بكثير. لا انا بعمل مقدمه الكلامي يعني بمعنى ان لما اجي اقول ان هناك جهه انا اللي منتظره من الذي يدير شؤون البلاد ما يقوليش علامات استفهام ما يقوليش في جهه وراء تخريب مصر يحط ايديه على اللي بيخربه اللي بياخد اموال من الخارج ما يطلعش كلام انه بياخد اموال من الخارج يتمسك ويتمسك حسابه ويتعمل دوت. انا عايز اطمن احنا مش مطمنين. الانفلات موجود والبلطجه موجوده والارهاب موجود والعنف موجود وفي نفس الوقت انا مش شايف رئيس وزراء يطلع يقول رئيس الوزراء سياده اللواء بيخاطب الناس على تويتر. كم من المية من المصريين عندهم تويتر ما يطلعش ليه يعمل بيان للحكومه ما يقولش ليه. وبعدين ان انا متحفظ جدا على الكلام اللي بيقول ان شباب مغرر بيه او شباب مغير. الموضوع اكبر بكتير جدا من صندوق رعايه الشهداء مع احترامي وتقدير المهم اللي حضرتك بتقول. ايوه طبعا هو الموضوع اكبر من موضوع رعايه لان ما يخص الشهداء والمصابين تم انهاءه الساعه 2:30 الظهريه. يا فندم احنا حاسين بخطر على البلد. ايوه حد يطلع رئيس الوزراء يطلع وانا مع حضرتك. يعني انا عايز اطمن ان اللي بيدير شؤون البلاد يقدر يقبض لي على البلطجيه ويقطع ايد اللي جاي يتدخل من بره ويعتقل اللي بيتدخل من جوه. ده اللي انا عايزه بس. ان شاء الله يعني رغم كل هذه الاحداث وكل الزخم اللي احنا شايفينه والاضطرابات في كافه الاتجاهات لكن ان شاء الله بعون الله ان مصر ربنا سبحانه وتعالى حافظها وان شاء الله هينفذ ما تم سرده من تنفيذ انتخابات برلمانيه ثم هل تشكيل لجنه تاسيسيه لصياغه التصدير ثم انتخابات رئاسيه وسط هذا الزخم يا خيري. لان نعم. النهارده احنا انا براهن على الشعب المصري الواعي اللي موجود ولامم مثل هذه الاحداث وهيبان عندنا في الانتخابات ان شاء الله ان هيبقى شكل تاني اخر خلاف اللي احنا شايفينه. هل منتظر يا سياده اللواء ان يصدر اي بيان من المجلس العسكري لتوضيح الامور للشعب المصري؟ والله انا ما اقدرش اصرح لك بان هناك في بيان عسكري لكن من المؤكد ان هناك هيبقى فيه رد فعل لمثل هذه الامور وهتظهر يعني في اقرب فرصه. شكرا على وقتك سياده اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الاعلى والمسؤول عن صندوق الشهداء والمصابين لثورة 25 يناير. هنطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا مرة أخرى. احنا هننام ولا هننام؟